في جيروسكوب. كنا البارح نشرنا في باج جيروسكوب اللي الممرن اسكندر الحمروني كان غادر فريق شبيب الريفي بجربه لكره قدم داخل القاعات، وشرنا اللي خروجه كان معنا استغراق قطيع بالترضي، لكن اتصل بنا اسكندر وقال راهي ماهيش قطيع بالترضي لكن هي استقاله. معنا تو اسكندر الحمروني باش يوضح لنا اكثر هذا الاستقاله. بسم الله. والله امس العشيه معناها مع صباح العشيه قدمت استقالتي نائب الرئيس سي رؤوف جعبيري واكدت له اللي انا متمسك بالاستقاله نتاعي، واثر الاستقاله هذيك انا قدمها للهيئه المديره، وبعد ساعه وربع ثلاثه ساعه ونص المولي اللي هم موافقين على الاستقاله هذيك في اللي انا متمسك بها، خاطر الرئيس والهيئه الكامله وانا متمسك بالمدرب لاخر الموسم لاخر. لكن معناها في ظل برشا معناها صعوبات وبرشا انضباط للملعبيه قررت الانسحاب نتاعي. هذا ما يعنيش لي انا ما عندي علاقه مثلا غير طيبه بالمسؤولين، بالعكس انا نشكر معناها سي كريم النجار وسي خالد العساس اللي هم معناها طيله موسمين ضحوا معناها مع الفريق هذايا وخدموا بصفه كبيره ياسر، وانا تو حتى المكان هذايا بعيد عن الجمعيه محاول نعاونهم خاطر عطاو الجمعيه بكذا بكذا، اما جوست اشاره للاعبين بعض اللاعبين لازم يحسوا بالمسؤولين وتضحي اللي يعملوا فيها ويحاولوا يعاونوهم باكثر انضباط واكثر جديه. على ذكر اللاعبين سي اسكندر فما حديث يقول معناها اللي فما يكون اللاعبين وكانه معناها مرتبطين باسكندر الحروني، معناها وقت اللي سمعوا اسكندر باش يخرج حتى هما زاد كيف مع قرروا باش ينسحبوا من الفريق. معناها شنو النقطة هذه؟ معناها يظل لي اسكندر ما عندك حتى علاقه بالنقطة هذه. والله شوف عملناها في وقت ما انا انسحبت من الفريق وفما برشا من اللاعبين كانوا باش يسحبوا من الفريق وكنت انا منها كنت انا معاهم وكلمتهم ورجعتهم للفريق وكملوا معاهم موسم من الفرد وانا مش موجود في الفريق. وسنا فما كيما عبد السلام المرزوق تعدى مجلس التاديب وصارت اشكاليه بينه وبين مسؤول، واثر معناها الاجتماع هذاك قرر باش ينسحب. أنا قرر قبل ما نخرج انا ايمن الغديري معناها اللي سمعت به الجوله الثاني اللي عنده برشا ارتباطات معناها مهنيه قال بالنسبه لي انا في الفوتسال عطيت بارول للمدرب باش نكون معاه في الموسم كامل تو في المدرب معناها انسحب وانا عندي برشا ارتباطات مهنيه نقرر نخير بين خدمتي على الكره. وهذا معناها كما نقولوها راي شخصي ما نقدرش ندخلوا فيه. انا بالنسبه لي انا بالعكس ماذا بيا المجموعه كلها تكون موجوده، ماذا بيا لونكونس تكون ترجع للجروب، الناس الكل تخدم على روحها، وانا باش نعاون الفريق من هيك وهيك من بعيد ولا من قريب كيف كيف، اما اللاعبين عمرهم ما كانوا موجودين معناها مربوطين بالمدرب. الحبات تاع الفريق شنو تقول لهم اسكندر؟ ولا نقول لهم بالنسبه لي انا معناها بريتو كلير فما مسؤولين قاعد يخدموا خدمه باهيه ياسر كسوا سي كريم النجار ناكد سي خالد العسلاس ناكد وسي سليم الغداري في تونس هذوما ثلاثه بالنسبه لي اللي اكثر عباد قاعدين يضحوا. سي رؤوف جعبيري حاليا دخل معناها عنده بريود هذه وعاون الفريق بصفه كبيره ياسر. تبقى اللاعبين توا فما لاعبيه اللي في الفريق اللي هما الانضباط ناقص الغرام تاع الكره ناقص معناها عاش لونتون بين جواريات معناها ما كانش مش موجوده اللي هي في معناها في العمليه توجد بصفه كبيره الجواريات تركز على امورها وتشوف اسكو هي عينها في الشبيبه باش تلعب فيها وباش تعطي البلوز وباش تشوف معناها بالمعروف تاع المسؤولين واللي ما عينوش ينسحب من الفريق فما البديل فما لاعبيه في جربه هنا نجم يعطوا البلوز للفريق هذاك فهمني والتفوا الفريق نتاعهم خاطر قادرين لاعبين نعرفهم تو موجودين قادرين باش يعطوا البلوس في الجمعيه هذه ويوصلوا بها لقدام متفقين. اما لازم الكره فيها شويه امبيونس فيها معناها ساكريفيس صراحه.